وصل ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتفقد مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع. وخلال زيارته أعلن كاميرون تعيين ريتشارد هارينغتون وزيرا للاجئين السوريين، وذلك لإعادة إيواء اللاجئين في المملكة المتحدة وتنسيق المساعدة لهم في المنطقة. كان كاميرون قد أعلن في وقت سابق أن بريطانيا ستستقبل نحو 20,000 لاجئ سوري في السنوات الخمس المقبلة.